عليكم. اليوم عندنا الاولمبيس لو ام تي لو ام الان مارك 2، هذه الاولمبيس اللي عندنا اليوم ان شاء الله. كاميرا كتجي كاليتي اللي واعره بالنسبه للكاميرا، راه كاع لي بورت اللي غتحتاج غتلقاهم فيها، حتى لي زيكولتور راه كاين، لي زيكولتور الميكروفون لي اس بي لاش تي مي كاع داكشي اللي غتبغي ان شاء الله غتلقى فيها. الكاميرا ليكرون ديالها راه كتقلب كيف ما كتشوفوا، ليكرون ديالها راه كتقلب، كتقدر انك تقلبها. البلاصه ديال لي كارت ميموار فيها دو كارت ميموار، راه دايره كاميرا بروفيسيونيل من شركه الاولمبيس، كاميرا كتجينا بمواصفات اللي شنو نقول عليها، مواصفات عاليه، وغنعطيكم ان شاء الله باحسن ثمن. كاميرا اولمبيس لو ام دي او ام ا مارك 2 كتجينا بواحد الشكل انيق بزاف. شوف كيفاش الكاميرا كيفاش محطوط لي هذاك الستيل ارجونتيك محافظ عليه، صراحة كاميرا ما الديزاين ديالها كيخليك تشري كاميرا اللي خطيرة، كاميرا فيها لي زوبسيون واعرين، كتجيب 20 ميجا بيكسل فاصلة 3 ايزو من 200,000 حتى 25,600، كتجينا بستابيلاسيون 5 عكيس ب 5.5 ستوب، بون فوكيس فيها 121 بون فوكيس، سيستيم الاوتو فوكيس فيها واعر. جرب سارة فيها واحد الرافال، غنوريكم الرافال ديالها في الاخر. كتجينا بواحد السيستم ديال الاوتو فوكيس اللي زوين، كيخلي الرافال فيها رافال اللي هو سريع بزاف، بحال اللي كضرب بشي مدفع. نوريكم في الاخر اللي الفيزور فيها فيزور الكترونيك، ليكرون ديالها راه كتقلب 360 كما بغيتي كتقلبها كتقلبها. شطر سبيد راه فيها المينيموم 60 وفيها واحد على 8000، وفيها الالكترونيك اللي واحد 32000 اللي كيعطينا 60 اطار في الثانيه. ركزوا معايا على 60 اطار في الثانيه، الرافال ديالها هو 60 اطار في الثانيه، وغنجربوها كاملين ان شاء الله في الاخر باش تشوفوا واش كاين 60 اطار في الثانيه ولا ما كاينش. كنلقاو انها فيها صراحه ديزاين ابداع ابداع ارجونتيك، داكشي كيبان لك قديم، ستيل قديم محافظه عليه، اولمبيس ديزاين واعر. الكاتكا فيها 30 اف بي اس، فول اتش دي 60 اف بي اس، فيها المود سينما اللي هو الاو ام لوغ ديال اولمبيس راه كاين فيها. بالنسبه للميكروفون فيها المونو فيها ستيريو، كاميرا فيها الفيديو بالكاتكا كما قلنا ب 30 اف بي اس، فول اتش دي 60، كاميرا فيها جوج ديال لي بورت ديال لي كارت ميموار، خدم اللي بغيتي. جوج بورت ديال كارت ميموار كيسهلوك بزاف الحوايج. كتلقى ان هاد الكاميرا الصراحة متكاملة، ورا الحجم ديالها راه مكبيراش بزاف، هي حيت كتجي كاميرا ميرورليس كتجي رقيقة في الحجم ديالها، وكاين القبضة راه فيها قبضة واعرة. بالنسبة للباتخي ديال هاد الكاميرا كيشد لينا 440 صورة، البوان ديالها هو 574 غرام، فيها واحد لاباتخي كبيرة بزاف. نجبدو لاباتخي ديالها تشوفو لاباتخي ديالها كي دايرة، شو لاباتخي ديال الكاميرا قداش تبارك الله، راه باتري راه كبيرة، خصك تشوف شي باتري قداش. راه شوف معايا انت، نديروها مثلا حدا لوبجيكتيف باش تشوفو الباتري باش يبان ليكم الباتري انه كبير. شوف الباتري ديالها قداش، باتري كيخلي اني شد معاك واحد الوقت اللي اطول. هذا كيجي في لي كاميرا بروفيسيونيل ديال لوماكس، ما كيجيش في لي كاميرا العاديين، كيجي في لي كاميرا اللي كيكونوا بروفيسيونيل. بغيت نرجعوا لا باتري باش نشوفوا الرافا اللي قلنا في الاول ديال لا فيديو. شوفوا الرافا، نشعلوا الكاميرا، باتري ديما تلقاه مشارجي حيت باتري كبير كيشد واحد المده اللي هي محترمه، حيت كتعرفوا بزاف الكاميرات كتلقى نقاط الضعف ديالهم اللي هو الباتري. كنقلبوا لي مود من هنايا، نبركوا هنايا، غنمشيو نعزلوا المود ديال السبور، وسمع معايا النغمه كي دايره. نحيدوا البوشون باش كاميرا الناس تقدر تصور لينا، خصنا نحيدوا البوشون. شوف معايا بارك